قبل 25 سنة بينخطف ابن عدنان كرابولت يلي عمره 10 شهور، وإذا منراجع الإفادات منقدر نفهم منها إنه طلبوا فدية ضخمة. وافق عدنان على هذا المبلغ وخبروه عن موقع التبادل وراح لوحده ليسلم المصاري وياخد الطفل. والطفل مين اللي خطفه؟ ما بنعرف، وما بظن إنه عيلة كرابولت بتعرف، وعدنان ما عرف. أخدوا المصاري وهربوا. أكيد كان بيعرف إنه مجرد فخ وإنه في وراء هالقصة خطة محكمة، بس قبل خاطر كرمال ابنه. المقتول تلقى 6 رصاصات وقتها، 3 بالصدر، 2 بالرقبة، 1 بالرأس، ومات فوراً. وشو صار بالطفل المخطوف؟ اللي صار بعد هيك كان أغرب لسه. بعد الإخبارية وصلت الشرطة على الموقع ولقوا الطفل بالمقعد الخلفي. المصاري راحت، عدنان انقتل والطفل كان بخير. أما الشيء الأغرب اللي قلت لكم عنه، الطفل يلي بالسيارة ماله ابن عدنان اللي راح لياخده. كيف يعني؟ أخذوا ابن عدنان وحطوا بداله ولد تاني. وأميرة كرابولت زوجة إيران تجي على الأمن بتاخد الطفل وما بتفتح تمها بحرب وما بتعترض على أي شيء وما بتقول هذا ابني أو مو ابني. ولقوا الطفل الحقيقي بعدين؟ لا، ولحد اليوم ما حدا بيعرف وينه، الملف تسكر وانتسى. برأيي المسألة كانت أكبر بكتير من مجرد موت عدنان. فكروا فيها، هنن أخذوا طفل فقير من أهله ولحشوه بحضن أميرة زوجة عدنان، والله بيعلم إذا ما رمى الولد الحقيقي ببيت عشوائي، كأنه عم يقول القدر بإيدي أنا بكتبه وبوزع الوراق على كيفي. زوجك انقتل وابنك الأصلي مختفي وهلا عندك هالولد والاعتراض ممنوع. طيب وهي ليش لحتى تقبل تاخده؟ ما بعرف،
بس أخذته. يمكن الولد يكون ابن جوزة وهي بتعرف، وما حكيت وتقبلت الموضوع وقالت بحل الموضوع عندي. يا أما قالت شو ذنب هالطفل؟ سكتت. أميرة زوجة عدنان اليوم عم تشتغل مدربة وعندها ملعب، ما تزوجت مرة تانية، رافضة هذا الموضوع وعم تربي الولد اللي تركوه بحضنها. واللي بهمنا هالملف ليش رجع انفتح بعد 25 سنة؟ ليش مجتمعين وعم نحكي بهالقصة؟ كرمال هاد هن مبعتين هذا الشيء على السجن. ومين في بالسجن؟ الطفل يلي التقى وقتها، الطفل يلي بقي بحضن أميرة مرت عدنان، يعني كان كرابولوت، حالياً مسجون لمدة 5 سنوات بتهمة السرقة. حدا بعت هذا للشاب منشان يشوفه ولحتى يعرف شغله. على أساس بعتوه للشاب، بس مو هذا الهدف. هدفهم نشوفه نحنا، بيعرفوا رح نشوفه وبيعرفوا إنه رح نخبر فيه قبل الشاب. عم يقولولنا شوفوا اللي صار من 25 سنة، ما تكونوا نسيتوا. طلبوني على السجن وشفته، وبلحظتها قررت، قلت لحالي خلي الشاب يشوفه ليكون عنده علم. كان كرابولت شاف الفيديو، هنن مصورين المشهد ثانية بثانية قبل 25 سنة، مسجلينه على الكاميرات. ومين يلي مصوره؟ مستحيل يكونوا المجرمين. ما منعرف، خلينا نشوفه هو قصير وبعدها منتناقش. والأغرب اللي رح نشوفه هلأ، مين ما كان اللي باعته فهو عم يكشف هوية القاتل بكل وضوح. واحد من اللي قتلوا أبوك اسمه أرجان سنار، لقبه كواك، والتاني اسكندر أكاي، والجريمة كلها تم تنفيذها بأمر من شخص اسمه إلهان تيبلي. أرجان سنار اللي واقف ورا وحاطط جرافة، مات بالسرطان من حوالي سنة، وهذا اللي مكتوب بتقرير وفاته. واللي بهالطرف جنبه اسمه اسكندر، كان يشتغل مع إلهان بس بعدين انفصلوا، واسكندر حالياً عم يمشي شغله لوحده. صاروا متنافسين وعلاقتهم مو تمام. يلي بعت الفيديو احتمال ما بيعرف بموت أرجان سنار. ممكن، وبعد كل هالسنين حدا كشف القاتلين مع عناوينهم. مين عمل هيك؟ وإذا انتقام مين المستفيد منه؟ هاي هي القضية اللي قدامنا اليوم. طيب واللي حط الطفل بالسيارة ماله واضح؟ لا، ما بدهم كان يعرف كل القصة، وبيجوز يكونوا هنن ما بيعرفوا. يعني بالنهاية ما قالوا لكان إنه يلي انقتل ماله أبوك؟ لا ما قالوا، هنن بس أعطوه هوية القاتلين. لما رح يطلع من السجن ما قدامه غير يروح وينتقم منهم. وهو ما بيعرف قصته صح؟ لا. طيب وأمه أميرة، هي بتعرف إنه الشرطة بيعرفوا؟ ماني متأكد بس بظن بتعرف. سمعوني منيح، إذا ما اضطرينا نحن بدنا نحتفظ بهالسر وما نكشفه. طيب هذا الدي في دي لشو مبعت هلأ؟ وشو بدهن يانا نعرف لما نشوفه؟ لنشوف رئيس العصابة، بيعرفوا إنه عم نلاحقه. مين بيعرف؟ مين عنده علم إنه عم نلاحقه؟ مين يلي بيعرف إنه عم نلاحق هالشبكة؟ مهمتنا سرية، كلنا على بعض 7 أشخاص. وشو الفائدة إذا منسجن إلهان تبلي بتهمة التحريض على القتل أو منمسكه بتهمة تانية؟ إلهان مانو هدفي، أنا بدي اللي فوقه، بدي لاحق كل السلسلة. يعني هلأ ما فيني أقبض على إلهان تبلي بتهمة التحريض على القتل وأخسر كل شي ساويناه لهلأ. طيب شو بدنا نعمل؟
بدي أحكي معك أنت؟ مع معلمي يلي جوا. لكن أنت شو شغلتك؟ ليش؟ بدي عصير لفت يكون حد. عصير شو؟ شربته مرة واحدة قبل، ما حبيته، ما عجبني وقتها، بس وأنا جاي خطر على بالي بما أني ضيف هون خليهم يطلبوا لي منه ويجيبوا لي كمان سندويشة لوجه الله. صحة وهنا. بس مو حلوة هيك، خليني أقسم لك شقفة. شكراً، نحن آكلين. بالسجن ما بيقدر الواحد يأكل لحاله، خاصة الشغلات الطيبة. أي والله بتقوم لقيامة عليه، الكل بده يشارك، وخد على خبط ولبط وقتل وضرب وصريخ. انت بتعرف منيح القصص. بعرف. قديش بقي لك لسه؟ يا ريت لو تسألني شيء انت ما بتعرفه اقول لك. انا بسأل وانت بتجاوب. شو بدكم مني؟ بدك تشتغل معنا، عنا علم بالدي في دي اللي وصلك. انتو اللي بعتتو؟ لا، اسمع، هنن بدون يستغلوك. ليش انت ما بدك تستغلني كمان؟ هلا قلت اشتغل معهم. بس انا شرطي وهدوك مو معروف مين هنن. انا وصيت لك على اكل وشبعتك وقاعد عم اسمع لك، وانا فيني طالعك لبرا، وكمان فيني اضمن لك انه قاتل ابوك ياخذ عقابه بشكل قانوني. لكن خلينا نختصر ونحكي بوضوح أكثر، شو بدك أعمل؟ تشتغل عند رئيس العصابة وتصير من رجاله المقربين. هذا الزلمة قتل أبي، بس هات لشوف قلي ليش بهمك هذا الزلمة؟ هذا الشخص اللي شايفينه هو إلهان تيبلي، هذا هو الشخص اللي بيجمع المصاري. بالظاهر هو متعهد بناء وإنشاءات، بس مهمته الحقيقية يجمع المصاري ويسلمهم. نحن اللي بيهمنا من القصة مو من وين أخذ المصاري، لمين عم يسلمهم. هو مجرد بيدا بإيدين واحد كبير. أنا بدي أوصل لهداك الشخص. وليش أنا؟ عندك هاي الشرطية شاطرة ومحترفة وقوية، بالأخير أنا واحد محكوم ومذنب. ادخل. شكراً. كم قطعة؟ ولا واحدة. صح، هي مهمتنا، بس بالنسبة إلك شغلة حياة أو موت، وأنا شخصياً لما بدي أشتغل مع أشخاص بفضل يكون إلهم غاية، أشخاص يكون إلهم علاقة مباشرة بالقضية، وإنت هذا الشخص. وإذا بتطلع على المستقبل شوي راح تلاحظ إنه شغلك معنا من مصلحتك أنت. راح تطلع من السجن وبتكون انتقمت لأبوك، وراح تشتغل مع الدولة حياة جديدة بالكامل. هو قتل أبي، ليش بده يشغل ابن الرجال اللي قتله؟ فكر فيها بالعكس، مين بيحب إنه يشتغل عند رجال قتل أبوه؟ مو أسهل يقوصه وخلاص؟ مزبوط، وأنا بعرف حالي، إذا بطلع وبقوصه شو رح يصير؟ رح ترجع لهون، وأكيد ما بدك هالشي. طبعاً ظالمين، بطلع فيه وشه مو وش سجون مو هيك حبيب؟ احكي لنا شو قصتك. يلا عم نسمعك. اسمع يا ابني،
فكر منيح وانت بتعرف أهمية الشيء اللي عم أوعدك فيه. طيب شو مشان اللي بعت الدي في دي؟ ما بيهمنا هلأ، هو وأنا وأنت وبهار كلنا بصف واحد وهدفنا كلنا هو إلهان تبلي. ما منعرف مين اللي بعت الدي في دي وما حنعرف غير ليكشف عن حاله. وعلى فكرة يلي بعت الدي في دي رح يساعدك لحتى توقع إلهان. وإذا انكشفنا وقتها منفكر بالموضوع، رح نكون قراب منك، أنا وبهار رح نساعدك طول الوقت. مين هاد؟ ماله بالفيلم؟ جيهانجير، ابنه لإلهان. في عنده ولد هلا بضاي؟ شو بدنا منه؟ بدك تكسب ثقته كمان. شو مفكر؟ حتروح على الجاهز؟ كيف الجو عندك؟ هادي ولا حركة. بقدر أقول لك إنه المجمع كله نايم. يا ريتنا بعنا له الزلمة وريحنا راسنا وخلصنا من همه وغمه. ايه معلم، شكله بالاخير جاب البنت لهون. الهم شي ساعه هيك قالوا لي اللي على الباب. في كاميرات؟ ايه في معلم، عم يمسحوهم مره بالشهر. سلام، كيفك بلود؟ تمام معلم ادم. امشي. هذا الشاب مسؤول عن امن الباب، حكينا شوي مع بعض وطلع بالصدفه من ضيعتي وهو كان هون لما اجوا. اي طابق؟ بالطابق ال15. تفضل من هون. ايه عفوا معلم. بتطلع باخذ تسجيل الكاميرات مثل ما قلت لك معلم. ترى هذا الشاب طلع ابن ضيعتي. معلم جيهانجير، الوضع كارثي، جهنم وشاعلة، لك كل شي صار فجأة مثل الأفلام، ما بتتخيلوا الوضع. تمام اهدى خلص. هسا قول لي وين الجثة؟ لا تقول جثة مشان الله، انخرب بيتي. يلا قوم. في كاميرات تانية بالممر؟ في. ايه طبعا أخي، هذا مبنى ذكي وكله مراقب. ويبدو أنت الغبي الوحيد اللي هون. فوت ولا كهبل، فوت. Thank you.
آدم، قل لي معلم، ضب أغراض البنت. يلا إيه بأمرك؟ اللي حدا شافكن طالعين من الملهى؟ إيه معلم، ليليا كانت هني. هم متصورين معلم، ولك بعثتن لحدا؟ إيه بعثتن إلي. إيه طبعا مشان يظلوا ذكرى. من أمتى بتعرف هالبنت؟ معلم لسه من جديد تعرفنا، ما في بيناتنا علاقة، لسه إيدي ما لمست إيدها والله. معلم جيهان قير، مالي غيرك، صدقني والله ما عملت إلا شيء. لكان شلون ماتت؟ أنا بس رحت على الحمام ولما جيت لقيتها نايمة. إيه حاولت فيقها ما ردت. ولك اهبل، شلون ماتت شلون؟ وأنا شلون بدي أعرف؟ معلم ما في أي آثار للضرب؟ ما في لا خناق ولا ضرب. خناق شو؟ أنا خرج خناق أنا، ولك أنا مالي مجرم. هي بعتت لي مسج على الواتس أب، إيه أنا قلت لها أنا معجب فيك. هاي القصة حاج زعبر، أقول قول شو اللي صار بالضبط. صدقني والله هذا اللي صار معي بالضبط. لا ميتي ولا شيء، صح هو أمرك معلم. شو هاد؟ كحول إيتيلي. بعرف بس شو عم بيعمل معك. يلا اشتغل شغلك. ماشي أمرك معلم. ولك هبيلة؟ لك كنت بدك تخليني ادفن هالمصروعة وهي عايشة؟ معلم قول الحمد لله، ممتاز ممتاز. خود البنت على المستشفى. أمرك معلم. ولك تيجي معي اليوم، رح تظل بالأوتيل. ايه معلم حاضر، بنام بالشارع إذا بدك. ولكن هفل وين ما بدك، بس لا عاد تبقى بوشي. آدم خود تسجيل الكاميرا، تمام؟ وضع البنت مانو مزبوط. معلم شو احلف لك، البنت ما فيها إشي، هلأ بتقوم وبترقص. شش يا بنت، من وين انتي؟ رحلها يا معلم. تعي 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 تعي، قومي قومي، يلا يلا. سيدي ليش لحتى نوثق بهذا الزلمة؟ هاي ما أنا مسألة ثقة، في حدا حابب يفوت الشاب جوات هالموضوع وأنا عم أعطيه مجال. طيب وإذا كان فخ؟ إيه بيجوز، بس هيك منكون ما عم نخاطر كتير وحامين حالنا منيح. يعني إذا طلع فخ منكون برا القصة، مجرد صاحب سوابق وعلق معهم. إيه بس بهاي الحالة أنت رح تفوت الشاب على عش الدبابير وممكن تقضي على مستقبله. واحد فات على السجن بهالعمر بيكون ما عنده مستقبل أصلاً، أنا عم أعطيه فرصة تانية. وبرأيك هو فهم اللعبة؟ هالشاب أبضاي مانو غبي، ولا هو من النوع يلي بيقعد يندب حظه. شفتي شو قال؟ بدي وقت. بكرة بلق قراري. هو عم يحسبها، طلب وقت إضافي وقاعد عم يحسب. هذا منيح. جيهان بيك. جيهان قير، أهلين حبيبي، كيفك؟ اشتقت لك. ابني شو قصة خطيبتك اليوم؟ قال بوشها وما عم ترضى تقول ولا كلمة بنوب، وأنا ما فهمت شي منها. بحكي معه. القصة مو بالحكي، بعدين يا روحي هي رح تتزوجك إلك مو إلي أنا. يعني إذا عصبت منك أنا شو ذنبي؟ شو دخلني بقصصكن؟ قلت لك بحكيها. لا لا تحكي معها، انت بتأمرها وهي بتنفذ وبس. ليلي كيفك؟
شبك؟ شو الموضوع؟ تعبان شوي. هاي مو أول مرة بتكون تعبان فيها. أبوك ما عم بيرحمك بالشغل، لازم تشوف دكتور وتطمن على صحتك. مالك طايق تسمع مني شي بنو؟ مو طايق. هذا الوضع ماله مقبول. ايه طبيعي اني احكي، انا عم بتصل فيك وما عم بترد. بشو مشغول؟ اتصلت بوقت غلط شي؟ انا كنت عم بشتغل وهذا كل شي. وابوك ماله مبسوط منك؟ طيب قلي شو من شاني انا؟ قلي شو ساوي؟ لوين بدك توصلي؟ تفضلي احكي كل شي عندك. جيهان انت تغيرت كتير، قلي شو صاير لك؟ انت ما بقى عم تهتم فيني بنوب، يعني قلي لوين بدك توصل؟ انا عم حاول، بدي ارضي الكل بس ما عم لحق شي. هذا الشي فوق طاقتي. ما ترد؟ هذا أبوك؟ ما في يستنى، أبوك ما بيستنى، خطيبتك بتستنى، وحياتنا بتستنى كمان. أبوك بالجنينة. خير خير يا إيرام خانم. لا هي جاني على آخر. شو عم يصير يا جيهان؟ مو عم اسألك خطيبتك، قصدي عن لاعب الفوتبول. ولا شي بابا، ما في شي بيخوف. البنت يلي كانت معه مغمى عليها. يا ربي، هلا وقت مشاكله، أنا متوتر أصلاً قبل لقائي مع جماعة قطر. بابا ما صار شي، بكرة بعد الظهر رح أجيب جماعة قطر من المطار. لو حدا قال لي قبل 10 سنين إلهان أنت بدك تشتغل مع جماعة قطر يا معلم، ما كنت رح صدقه. ما هيك؟ هذا يا بابا قدر، أي قدر. صحيح صحيح. بس الإنسان هو كمان بيصنع مصيره. لو مثلاً بيقعد هيك مثل الغبي وبينطر الفرصة حتى تجي، أكيد ما رح تجي لوحدها. مو هيك؟ وهذا الشغل ما كان وصل لعندي. تعرف شو اللي خلاني اتميز عن رفقاتي وتفوق عليهم؟ هن مفكرين المنافسة بتبدأ بالشارع وبتنتهي على الطاولة، بس أنا بشوف المعركة بتبلش من الطاولة. وهيك أنا فتحت مصنع بكين ومدينة موسكو، سلسلة فنادق كبيرة كلهم ناجحين والأمور ماشي على أحسن ما يكون. طريقة الشغل القديمة خلاص ما رح تزبط أبداً، ورجال المافيا صاروا أيام معدودة. وهاد أولاً. ثانياً، كل سفينة عندك فيران، بدك تراوغن، لازم تكون شاطر بالمراوغة. ما بيجوز إنك تقول هاي بعملها وهاي ما بعملها. التجارة يعني إنك تضل عم تراوغ، تميل حسب الريح، لأنه بيجوز الفارة تجيب لك السفينة لحد عندك. وهاد ثانياً. مظبوط بابا، فهمت. صحيح. المشروب يخليني أحكي كتير. وشغلة أخيرة، في ناس عم يفتشوا وراي وعم يقولوا سفينتي صارت قديمة والمفروض تنسحب على الشط. مين هدول بابا؟ أنت بس قلي العنوان وخلص، أنا بتصرف معهم. إيه بعرف، تتصرف. إذا عرفت العنوان رح أقول لك عليه فوراً.
كم سنة صار لك هون؟ قصدي معنا بالاستخبارات. صاروا 4 سنين. صاروا 4 سنين؟ ايه تمام. طيب يا ترى متذكرة شو حكينا من 4 سنين؟ اي متذكرة سيدي. الأساس هي الدولة. حتسمعي هالجملة من الكل، ومنهم بيتخبى ورا هالعبارة وبيلف وبيدور وبيكون منافق ولاحق أمور تانية. قلنا هيك؟ ايه قلنا. بعرف سيدي، على طول ببالي. بس بتعرف صار لي 3 سنين عم بشتغل مع المعلم جمال، يعني الواحد ما في شك بنو. وقفي لحظة، لو بقول لصندقجي جمال أعطيني تقرير عن بهار ولاحقها وراقبها، شو كان عمل؟ ما كان يتردد ولا ثانية لينفذ هالأمر. بهالشغل بدنا نترك أحاسيسنا على جنب. جمال صندقجي عم يسعى وراء قضية غريبة وما عم يخبرنا، وأنت ما عرفتي أي شيء عن هالموضوع. يعني ما عندي شيء ملموس وما بعرف لشو عم يخطط. فكري شوي، ليش ما خلص القضية لهلأ؟ إذا كان عم يمثل علينا دور اللي حاول كل جهده وما نجح، بيكون عم يضيع وقتنا على الفاضي، وبيكون بهالحالة عم يحاول أنه يخدعني ويخدعك بالشاب اللي طالعه من السجن. ليكي، نحن مضطرين نفكر بهالطريقة. أنا مالي مرتاحة أبداً، يعني لو ما فوتنا الشاب القضية ولقينا طريقة تانية أحسن. وقلتي هالكلام لصندقجي ما هيك؟ أي نعم، أنا حكيت رأيي. وما قبل ما؟ ولهذا السبب بالتحديد ما بدنا نتدخل، وراح نراقب. شو كان اسمه الشاب؟ قصدي الشاب اللي راح يشتغل معنا. كان كرابولوت. راح نترك صندقجي يشتغل شغله، وانت كل شي بصير بهالقضية بتخبريني عنه فورا بأدق التفاصيل، ونشوف جمال صندقجي شو قادر يعمل وعلى شو ناوي. إذا نجح بيكون حلو، وإذا فشل بيكون عنا كل المعلومات ومنتصرف على هالأساس. مثل ما بتأمر سيدي. هذا أنا. تعال شوف، وقف، تعال تعال. يلا، مين اللي جاي؟ أهلا وسهلا. فوت لجوا، فوت. تفضل. روح تفتل، يلا. طفيته للموبايل؟ ايه طفيته. إذا نمت أي ساعة صحيك؟ الساعة 9 منيح، ما بدي رد على التليفون. ماشي. طيب ابني، حتى لو اتصلوا أهلك ما بصحيك.
جهانجير، انت مانك ابن الهان تبلي. تبلي خطفك وطلب مقابلك مبلغ من المال، واللي صار بمكان التسليم نقتل ابوك من قبل الهان تبلي. شخصين تانيين معه، واحد من اللي شاركوا بقتل ابوك لقبه كواك وهو ارجان سنار، والتاني اسكندر اكاي. وهذا الفيديو بيظهر مشاهد قتل ابوك الحقيقي. تبلي اخذك ورباك عنده بالبيت، انت عم تقول بابا لقاتل ابوك. شو الحكي عم بسمع؟ نورتان تعالي شوي، بدي احكي معك. نعم يا روحي. كنتي موجودة لما أنا انولدت؟ أنا... هي طبعاً كنت موجودة، وحسب ما بتذكر بهداك الوقت أبوك كان عنده عدو وما كان مخليه يرتاح أبداً. ما كنا نقدر نطلع وما قدرنا نروح على المشفى، فولدناك أنا وستك أم أبوك الله يرحمه. أنت خلقت بين إيدي جيهان، جيت 3 كيلو. طيب متذكرة خصمه لأبي؟ اسمه شو كان؟ لا. معقول عدنان كربولوت؟ أنا ما عندي علم، شو صاير؟ لا بس مجرد سؤال، انسي القصة. طيب يا جيهان، تأخر الوقت، نام بقى.